الله يعيني، عن جد مش عارف شو اعمل شفتوا انتم شفتوا بعينكم شفتوا كيف فايت بعينكم <applause> مساء الخير مساء الخميس ومساء الخميس وتحياتي لكم اكيد لكل قاعدين عم بحضرونا اليوم ان شاء الله يا رب خميس مزعج خميس خميس اللي هون مزعج انتم خميسكم ان شاء الله يكون حلو يا رب يا رب <applause> نحكي الحلقة يلا احكي بدون ازعاجات يا <تصفيق> الله <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> ما بتلقيش شيء بلشت فيه هو اللي كان يحكي مش انا طيب ماشي يلا, يلا, يلا تفضل خلص انا حكيت خلص احكي مساء الخميس الونيس مسأل وكل حارف. هذا الاشي ومعانا بطل الحلقة أشوف خميس يلا احكي يلا خلص انت حكيت يلا علي من اول بدنا نبدل ما بدي نبدا الحلقة من اول علي ما بقدر اخذ على الشمال كثير خلص خليني ساكتة طيب اوكي حلقتنا حلتنا اليوم لاني مرتبه من فوق يا جماعه لابسه فستان لابسه بوت رياضه <applause> بدي <بنت> ارتاح <applause> اوكي طيب اوكي حلتنا اليوم اكيد حلقه نهايه الاسبوع وصفاتنا رح تكون فيها وصفات كثير طيبه انتم رح تحبوها لنهايه الاسبوع وبرضه كمان يعني حلوه لانه فيها بطاطا حلوه وكمان كريسماس واجواء وهيك ف بس وشف خميس بس يعني هذا الطبيعي <applause> طيب <applause> مساء الخير ونهايه اسبوع سعيده على الجميع هلا عن جد عن جد اه صار هلا عن جد اما عدوري مش عن جد طيب اسمعي عشان. ما هو خلص يعني الواحد يعني ياخذ وقت وقت غيره مش معقول مزحنا بوقتك بوقت بنحكي حس. جد اه إيه؟ تفضل طيب آه وصفات اليوم عن جد غريبه مم. عجيبه مم. وصفات ممكن لبكره بدها تعملها هي سلاح ذو حدين لا بتضلك في البيت لا بتكملي اغراضك قبل الغداء <applause> بتجهزي حالك للخروج من المنزل طيب بدي احكي لكم شغله احنا اليوم رح نعمل موزات الخروف بس بدنا نتبلهم بشو بشو بامر الدين اللي بنشربه برمضان يا جماعه ازاي بقى الفكره من وين اجت بهذا الموضوع احكي لك من وين الفكره هلا الترند كله عم بيروح باتجاه انه اللحمه صارت عم تتاكل مع العسل اوكي فليه ما نجرب شيء ليه؟, ليه ما نجرب شيء <applause> في ضغط راح يكون الاسبوع الجاي، ف آ... آ... ليه ما نجرب شيء آه. بنعرف كلياتنا انه هو اصلا مش كثير حامض هو فيه نسبة حلاوة كتير... آه، سوري مش كثير حلو، فيه مم. نسبة حلاوة كثير بسيطة بس بنفس الوقت الحموضة اللي فيها عالية. آه. فأنا بتخيل إنه راح يكون زاكي، بس الفكرة وين؟ الفكرة إنكم تعملوا سفرة تكون لابقة مع بعض. يعني أنا مش راح أعمل هاي الوصفة وبالمقابل بدي أروح أسوي وصفات ثانية ما لهاش دخل بهذا الشيء، الحقيقة فعشان هيك اذا بتطلعوا قدامي في عندي هون كمان فواكه مجففه رح نعمل حلو. آه رز مع الفواكه المجففه والزعفران وماء الورد بمرق اللحم نفسه فيعني الكومبينيشن هو لساته آه بنفس المكان هلا الطبق الثالث ما قدرتش اعمل فيه شيء كثير لانه هو حمص برضه مع القرفه وهي الاشياء بس الاجواء هاي انا بحس انه وقت الزعفران والقرفه والهيل وهي الاشياء مزبوط. عن جد أو. فاحنا اليوم وصفاتنا انا متاكد رح تعجبكم ما تخافوا من موزات الخروف اللي معموله بقمر الدين وكذا قد ما هي الفكره انه احنا عم نحاول نغير بتتبيله الدجاج كيف ممكن تكون زائد انه احنا اللحمه مش حنشويها عادي حنلفها بالازدير وندخلها على الفرن كل حبه بحبتها هل احنا متفقين متفقين من ايش خايفه انت يعني بكره اكيد بتطبقيها <applause> البوت انا ممكن اصور لكم اياه وانزل لكم اياه على السوشيال ميديا اذا علي مش قادر اجيبه طيب إيه؟ ماشي ماشي علي ماشي اوكي طيب بصير احكي شغله قبل ما تبدا هي الحلقه شغلتين انا بدي عايد حدا كثير هو كتير من زمان بلشنا الحلقه بس طيب هذا مش مشكله بدينا الحلقه طيب. بس هذا الشيء اللي بدي كثير مهم أوكي. انا بدي عايد حدا كثير عزيز علي اختي الاصغر مني ام سيف كل سنه وهي سالفه نعروس بعض بتعرفيهم ناقر ونير هذول سوريين اه سنانهم. زي انا واخوي اليوم عيد ميلادها بدي اقول لها كل عام وانت بألف خير أوكي. اكثر حدا غلبني بالحياه وهي صغيره كانت تغلبني كثير وجاكرني كثير كثير وهلا كبرت وصار عندها عيلة. ما شاء الله الله يخليها لعائلتها ويخلي لها عائلتها ان شاء الله امين يا رب وطبعا كل سنه وهي سالمه احنا كمان بنعيد عليها شف خميس شكرا. ونقول لها ينعاد عليك العمر كله كمان يا رب وانت بالذات بالضبط بالذات, بالذات انت بالضبط بالذات ما بعرف كيف لكم شغله قبل ما تحكي احنا مش بدين حلقه مش بدين حلقه عمركم شفتوا حدا هو طالع من البيت بيطفر بيطفي التلفزيون وبيحط الريموت جوا الشنطه وبيجي ده انا زوج ما رغبت تغضرها حاولت كتير تطلي الرمود من الشنطة قالت لي لا صاحبتي جايب الرمود معها هون <applause> الناس طافت التلفزيون حتى مشان ضلطة عليها فهذا دليل الحلقه كيف رح تكون اليوم انا بحكي نطلع للوصفات احسن حلوه <applause> والله البدري بدري اللي, اللي انا عم بمر فيه بالفتره هاي بس على كل حال يا جماعه خلينا نطلع ما علينا احنا رح نطلع هلا بوصفات اليوم وانا كنت اقوله انه شوف خميس بذكرني باخوي كثير انا واخوي برضه نائر ونقير هيك بس فانت مش لما أدهاي. عيادت على اختك <applause> ام سيف فانا تذكرت مش قد هاي فخلينا نطلع بالوصفات يا جماعه وننسى الموضوع ونريح بالنا الوصفه الاولى موزات الخروف المشوية مع أمر الدين عنا 2 كيلو موزات خروف ربع باكيت أمر الدين معلقة كبيرة بهارات مشكلة معلقة كبيرة كزبرة بودرة معلقة كبيرة هيل بودرة ربع كوب زيت الكماء الكرم <applause> و2 كيلو بطاطا حلوة وملح وفلفل أسود طيب من بعد ما اخذنا المقادير رح نبلش بالوصفه بس شوف ما ما حطيت بالوصفه انت كل الفواكه المجففه هاي اللي حطتها قدامك ما هي لو مركزه يا جماعه ومجابه معها الريمود ما بحكي معها حكيت لها رح نعمل رز ما إلوش دخل بهاي الوصفه بس هي خلص خلص هلا بدي اشيله من قدامها يا علي لانه هسه رح ضلها تطلع لا خلص لا خلص أوكي, أوكي يلا اوكي طيب تتبيله اللحمه تبعت الموزات اللي احنا عم نسلقهم عشان وقت البرنامج ماذا لو احنا ما بدنا مش بالبرنامج ما بسلق اللحمه عشان اكون معكم عشان تقعدوا اليوم عشان كله بالبيت عشان نخلص اليوم أو. وكل اموركم تكون تمام ما تطلعوش من البيت تكون اللحمه مش مسلوقه. طيب انا عندي هون امر الدين بدي انا ناعه بمي سخنه اساسا أوكي. اوكي بدي احطه جوا جوا الخلاط تمام زي ما انتم شايفين البهارات اللي انا مستخدمها اليوم راح استخدمها بكل الوصفه يعني راح تضلها موجوده معنا لاخر الوصفه لاخر أوكي. الوصفات فامر الدين انا هون مستخدم تقريبا ربع باكيت زي ما انا حكيت لكم حطيته بالمي السخنه هلا بدنا نحط له باقي المكونات تمام. المكونات حكينا، البهارات مشكلة تمام وكمان الهيل بودرة أوكي وبعدين بدنا نحط الكزبرة كمان البودرة تمام <applause> هلا بدنا نحط لهم كمان زيت الكرم تمام يعني انا مو عارفه اخلص من مين ولا من مين اخلص من شيف خميس ولا اخلص هون من ولا علي من هون؟ ولا من مين يا جماعه مو معقول طيب بقول علي علي حبيبي آه هي مش عارفه تتحرك وانا مبسوط على هذا الشيء بدي احط بدي احط معلقتين من مرق اللحم انا هلا بصوره بنزله بحطه عندي ستوري على الانستغرام يا جماعه عشان اريحكم. <applause> اذا ما لبست فهمت. وقت كاس العالم، لابساها اليوم انا مش فاهم ليش. <applause> شوف خميس بالعكس انا دائما بالحلقه لابسه بوات اصلا يعني. ملح؟ والله يعني انا انا اللي مبسوطه انه احنا ورا كاونتر فمش مضطره البس كعب يعني ولا اترسم ولا اتكعب ف صحيح. اصلا ايام بتكون حافيه بس انت ما بتكون منتبه. <applause> لا بطلت اعملها. <applause> طيب <تكلم> هلا بعد ما حطينا البهارات <تكلم> وخليني بس احكي لكم البهارات مشكله مع الهيل <تكلم> وكمان القرفه والكزبره البودره كل هدول حكي حطيتهم فوق القمر الديني اللي انا ناقعه بالماء السخنه مع زيت الكرم ملح وفلفل اسود هلا بدي ايش اسوي حطينا كمان معلقتين من مرق اللحمه نفسها بدنا نشغل على الخلطه ونطلع بمسقطنا <applause> لا بلا رح نطلع فاصل بس ما طلعناوش الفاصل على الخلاط اه اوكي يلا علي احنا تعودنا شو بدك علي نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل يلا يسعدك طيب بدنا ننشل اللحمات من هون نحطهم بهاي البوله الحلوه بعد ما جهزنا الخلطه تبعتهم وايش نعمل نطلع فاصل يلا طيب رجعنا معكم من بعد الفاصل ورح نكمل بوصفات يوم الخميس ومع الشيف خميس كمان وصفات كثير طيبة اللي عم بعملها كنا بالوصفة الأولى بالموزات ورح نكمل فيها تفضل نعم صحيح خلص اتفقنا عملنا هدنة تحت تحت الهواء خلطة طلع منها للحمة نديرها فوق اللحمة أوكي أوكي تمام هكذا نغلف فيهم الموزات كلياتهم زي ما أنتم شايفين هيك طبعا يا جماعه الامر الدين المحطوط حط يعني عمل حموضه للموزات بشكل مش عادي عشان انتم تكونوا عارفين ما تقلقوا من الموضوع عن جد كلكم رح ضلكم في بيوتكم <applause> ما في شيء بخوف <applause> ما في شيء بخوف واللي بجرب هاي الوصفه رح تعجبه كثير انا متاكد ان شاء الله الكاسه ما تنكسر طيب شو بدنا نعمل هلا؟ نحط هاي الصينيه هون <applause> وهاي الصينيه هناك كمان هون اوكي <applause> نجيب ورقه الزبده نحطها هون هيك انك تلف واحدة واحدة يعني؟ واحدة واحدة اوكي بهذا الشكل تمام تمام زي السلفانة يا جماعة ها لفناهم بهذا م -م. الشكل اخر الحلقة مين بيفتح كل هدول الموزات؟ شوف خميس بنت الزعبي <applause> او بنزل صوت خميس <applause> شو بتختاري؟ تهديدات على هوا انت لانه صراحه احد الاصدقاء والزملاء الموجودين هون نوجه له تحيه اخونا وحبيبنا كتيش صورها بالبوت اللي لبسيته ماشي عادي اصلا وقتاش حبيبنا راح ايش يعمل لي؟ ابعث لي اياها الصوره طيب أنا ماشي سوف انزلها على الانستغرام اوكي وبعديها انا بطل احكي معكم للابد للابد اوكي هذا كمان تهديد <applause> يا جماعه يعتبر بالضبط <applause> طيب طيب, <تصفيق> طيب شوف خميس انت عم بتلف الموزات عشان انت حكيت كثير بكفيك خلينا نحكي لكل اللي عم يتابعونا مسا الخير اول شيء تحياتنا لهم وكمان بدي اقول لهم ميري كريسماس لانه يعني طبعا هلا احنا كريسمس ايف والويكند تبع الكريسمس فكل سنه وانتم سالمين اول شيء رسيلة بتقول لك مساء الخير شيف مساء الورد اهلا وسهلا وغسان وسهل. حمادنا كمان بقول موزات الخروف مبسوطة على الوصفة كثير اهلا وسهلا اسيل العلي حبيبتنا تحياتنا لك كمان عم بتمسي علينا شيف خميس بتقول والله الشيف خميس ما في منه ابداع افكار اليوم وصفات بتبكي باين بس انه من بكره في منسف عندهم شيف طبيعي يعني هلا انت جربيها لحالك اول شيء هالوصفه اذا امورك مشت معها تعمليها اعمليها لزوجك طيب كثير ورده هلا اخر حبه من الموز او اخر موزة لفيناها بالازير وراء الزبده وهلا بدنا نحطهم بالفرن دحش هيك اوكي طيب لا تمام تمام بالفرن لحال بالفرن لحالها لا بالأيكتوم... أيكتوم... طيب ادخل حدا معهم جوا يسليهم لا يعني. انا فكرتك تحط البطاطا <applause> شكرا لك بدك تحط البطاطا الحلوه عشان خميس علي انبسط اسمه يا, يا علي ساير علي <applause> سفيان من جنبك من جنبك هيك هذا الكف هذا عرفته طيب لو سمحت اوكي <applause> قديش انبسط <مبصر تصفيق> طيب عندي هون علي خلص بنكمل الحلقه <applause> طيب هلا ايش بنعمل؟ بدنا نعمل؟ انت... بدنا انا راح اقدمهم مع البطاطا الحلوه <applause> بدنا نحط رشة من الملح على البطاطا الحلوة اللي مغسولة منيح بس بقشرها يا جماعة تمام هلا بندخل البطاطا فلفل أسود شايف <applause> رح أدخل البطاطا يسلوا الموزات يعني وكمان قرفة <applause> طب أنا حطيت قرفة ليش؟ عشان عن جد هاي يعني يعني مش رح تزبط هيك وصفة من دون هذا الموضوع أوكي. طالما في الموضوع أمر دين لازم نحط ل... نستخدم مواد تكون متجانسة تمام؟ الله <applause> عليك يعني مش شايفين اليوم في بصل مش شايفين اليوم في توم الحمد لله الحمد لله يعني لازم اشكر على الهواء على هذا الموضوع عن جد الحمد لله والحقيقه انا كمان اليوم قررت اني ما استخدمهم الا بالسلطه اه بس يوم الاحد بتعوضنا طيب يوم الاحد اه يوم الاحد رح اعودكم الحقيقه رح اعودكم رح اعودكم طيب شو طيب. هلا طيب بدنا ما رح ارد هلا بدي اطول صينيه اكبر لانه حاسها صغيره صراحه هلا الصواني كانوا هون تغير محلهم عشان تدور عليهم بس طيب شوف انا رح اكمل ابو محمد القدر تحياتنا لك ورح اكمل <applause> مع ام يوسف كمان تحياتنا لك تقول نهايه اسبوع سعيده عليكم وبتسلم عليك شيف كثير وتقول لك شكرا على الوصفات الزاكي والسهله اهلا وسهلا هاي مش سهله ابدا اهلا <applause> وسهلا <applause> انت مش شايفاها سهله الوصفه؟ لا اشاعات يا جماعه ما تردوا علي <applause> خلاص المناصير بتسلم علينا كمان تقول لك شيف الفخن خميس شكرا ميسون حدادين كمان تحياتنا لك يا ميسون بتقول سلاماتي من تلوج شيكاغو تحياتنا لك يا ميسون احلى شيء لما يكون الواحد هيك بثلج بايام الكريسماس صراحه الحقيقه تحياتنا لك تحياتنا لكم جميعا نهاية اسبوع سعيده على الجميع و وعن جد الوصفات اليوم يا جماعه زي ما انتم شايفين انا ما قررت اعمل هيك شيء مع وصف... مع الموزات رحت اخترت بطاطا حلوه اوكي اكثر شيء بلبق معه انه نحط عليها مثلا القرفه نحط عليها هي البودره اذا بدنا انتم عارفين عن جد هاي الاجواء حتى انا متعود مهنيا بس ندخل شهر 12 بنبلش نفكر كيف نستخدم هاي البودره اكثر كيف نستخدم القرفه عن جد بحكي ان كان بالكوكيز إن كان م. بكل الاشياء اللي بتنعمل هلا لانه وقت الكريسماس مزبوط شيف مزبوط هي الحلوة هلا هيك وقتها الماش بوتيتوز كستنا اه كمان خلينا نقول ايش في كمان الماكن تشيز الله وقتها امم تركي وقته وقته جدا <applause> طيب وقته جدا 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 تحاول <applause> <applause> تستفزني غسان حمادي حمادنا بحكي نهفة والله يا غسان النهفات اللي قاعدين جنبي هون هي عندك نهفه هون وفي عندك نهفتين بالاستوديو هناك واحد بيفتح علينا اللي... علي هيدا دخل كل واحد لل... بيفتح علينا علي. السماعه من جهه علي منحل. عشان عشان ما عشان ما تحكوا انه انا تركت الموزات لحاله مع اني راح احط البطاطا معه طيب الحمد لله الحمد لله انه فوتهم يتسلوا مع بعض هلا جوا مش لحاله الموزات ما تيلي خلص اه هيك خلص انا هيك ارتاح ضميري الحمد لله اوف والله كنت قلقانه شيء خميس كثير اسمعوا أقول لكم شغله حزنت لا حرام, حرام. لا لا ما تطفي الضوء حرام حرام بخافوا من العتمه <تصفيق> طيب اوكي <applause> <applause> طيب هلا ايش بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ وصفه الرز المجفف وبدنا نشرح عنه شوي الحقيقه ليش لانه كلمه الفواكه مدخلينها بالرز وانا واحد من الناس اللي ما باكل الرز ابدا الحلوة. ما بحب أبدا اي المجففة. حدا يعني كنت عند اخوي الجمعة اللي فاتت حكوا لي شو طبخين قلت حاطين زبيب حكوا لي قلت لهم اوكي هم عارفين اصلا لحالهم صاروا حافظين صاروا يحطوا الزبيب على جنب يا فانا حلو. اي شيء حلو مع الرز ما باكله بس أوكي. اليوم بدنا نشتغل بطريقه انه ما نخلي الرز يطلع حلو نحس بوجود الفواكه المجففه الحلوه وفي منها الحامضة تمام متفقين فلازم نتبع كتير كويس كيف راح نستخدم الفواكه آآ آآ شو رايك تاخذ الوصفه عشان نحكي يلا عنها يلا خلينا ناخذ الرز مع الفواكه المجففة عنا يعني ثلاث أكواب رز بسمتي من الكرم، نص كوب زيت الكرم، نص كوب زبيب أسود، نص كوب زبيب أبيض، عنا ربع كوب مشمش مجفف، ربع كوب خوخ مجفف، زعفران، ماء ورد، وملح وفلفل أسود حسب الرغبة. شو شفت بحب دانا شو مالها شو عملت؟ خليها خليها بلشان بعلي انا طلبت من سفيان ما رد علي فانا عارفه مين انا عارفه مين اللي بياخد حقي ايش عمل اللي بعلي؟ ولا شيء علي شو عملت لك؟ ما رح احكي, لك على اصلا اوكي هاي صاحبتي طب انا <applause> <شو تصفيق> بدي احكي شغله صاحبتك احكي شو؟ اي أيوة وقت ايش اي أيوة وقت ايش شكرا يا قتش. هيك بعرف انه لا يا كتش. رجع لصفي <applause> الرابع بقى <applause> اوكي <applause> <applause> طيب الفكره كمان من هون انه احنا يا جماعه بالرز اللي احنا بنعمله انه بدنا نحط فيه فواكه مجففه لانه بدنا نضل حكينا ضمن التيم اللي احنا عاملينه البهارات اللي احنا بنحكي عنها اللي فيها نسبه الحلاوه موجوده فرح نعمل حكيت لكم الرز بالفواكه المجففه طبعا الزبيب انا نقعته بالمي بس باقي الاشياء مش رح احطها في الماء انا مش مسا... انا هون بالوصفه عندكم مشمش مش مجفف انا ما استخدمت مشمش مش. عندي خوخ وعندي آ... عندي اكثر من شيء ايش عندكم خضره انت مجفف ما كان في ما كان في مشمش مش مجفف لا كان في عنجد انا شفت خوخ كان في كان في فانا لما رحت لقيت في عندهم بعض الاشياء كمان انا جبتها فالموضوع انا بتركه لكم بس طريقه انه احنا اذا حطينا الزبيب من البدايه او حطينا كل الفواكه من البدايه وقلبناهم نسبه الحلاوه بتاعتهم هتنزل بالمرق او بالمي اللي راح نستخدمها فهيطلع معنا الرز أوكي. عن جد حلو فاحنا راح نبعد عن هذا الخطوه و... وبدنا نبلش ب... بالرز نحطه جوا الطنجره تمام اوكي الرز المنقوع طبعا انا مستخدم رز الكرم بسمتي تمام بعدين راح نضيف على المرق اللحم اللي احنا سلقنا فيه اللحمه بس انا بدي اصفيها تمام اوكي هو احسن عشان فيها كثير بكون شغلات انا اوريدي الاشياء الثانيه انا سحبها يعني مش موجوده بنت ما فيها لا ولا لا, 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 لا. ولا كله إيه. كله سحبته كله سحبته تمام اوكي فهلا بدي اضيف مرقه اللحمه اللي موجوده مه. تمام طبعا لما لما بنستخدم لما بنستخدم اي اي مرق بيكون فيه عظم بيكون كثير دسم يا جماعه، وانا قاصد هذا الموضوع، يعني بدي انا تكون الدسامه تبعت الرز تكون كثير عاليه. اوكي. تمام؟ هلا بعد ما انا ضفت نفس طب انا شفت اليوم مثلا بدي اعملها على مي للنباتيين يعني بصير. ممكن صح؟ طبعًا بتطلع طبعًا نفس النكهه هيك طبعا لا النكهه راح تكون تغير. مختلفه اكيد لانه لما انت بتعمليها على مرقه اللحمه اكيد بتكون ادسم واكثر تركيز تيست فيها. م. اوكي؟ ف... تمام اه خلص وسهل. هاي رنو الجرس معناته فاصل شوف خميس فاصل دانا فاصل عاد كنت احكي عنها اشي منيح والله هلا بطلت خلص والله شوف في فاصل هلا موعد الفاصل شو بدنا نعمل يا شف طيب بدنا نحط ملح وفلفل بدنا نحط ملح وفلفل بس يلا يلا اوكي وفاصل شفته؟ شفت اللي انا شفته؟ طب احكي لي بدك تاخذه بس الزلمه عم بياخذ الشوت وطلع لكم خميس بقول له وحياة الله بقى مش بقول لكم شايفين انا مع شو علقانه شايفين طيب طب احكي لي عن خميس يعني هيك شمتها فينا احكي لي انك تاخذ الوطني يلا شب خميس كان رحت لهناك لو حكيت بس خلينا نكمل يا شب خميس <applause> يلا ماشي. شتاتي ارضيه <applause> طيب هل تعتقدوا انه نشتغل بوصفه من دون ما ندخل فيها نكهه السمن السمنة البطل؟ لا طبعا لا يعني مستحيل لازم هلا طلع ببالي شيء واحنا بالفاصل هذه <applause> آه. اضافه أوكي. انا كنت بدي اضيفهم اخر شيء واحطهم على الرز م -م. مع مع ماء الورد والزعفران أوكي. بس قلت ليش ما احمص او اقلب الفواكه اللي احنا مستخدمينها مجففه بسمنه البلقه نعطيها شويه هيك كمان تيست طيب عشان مستخدمين لحمه انا امبارح كنت اقول انه لما بنستغل في اللحمه طيب كثير نستخدم معها سمنه البلقة البلديه ف, ف... مش, غلط مش غلط بالضبط مش غلط انه نحط لنا هيك معلقه من سمنه أوكي. البلقه هون تمام او كمان معلقه طبعا زي. ما بدنا ننسى شف خميس انه احنا سمنه البلقه معنا وفي منها سمنه بلديه وكمان في سمنه بنكهه الزبده وهي نباتيه هذا احلى شيء بالموضوع هذا انا اللي مبسوط عليه اصلا اكثر شيء متحيزة يا لأ جماعه لانها نباتيه انا عارف. طيب الفكره حكيت لكم انه احنا مستخدمين مرق اللحم جوا الرز فاذا استخدمنا سمنه البقر تطلع كثير طيبه بتقليبه الفواكه المجففه تمام, تمام؟ متفقين على هذا الموضوع نعم متفقين متفق علي؟ لا علي لا مو متفق ما هو يا علي انت ما حكيت، لو انك حكيت لي انك عم تاخذ شوت وراي كان فهمت لحالي وطلعت برا الاستديو ما عندي مشكله، يعني جديد علي انه اضطروني برا الاستديو اتعودت انت اوكي هلا بنحكي <applause> لبنتنا عنهم خليها تدل وين شو رايك؟ اوكي <applause> طيب بدي السمنة شوي تحمى وبعد ما تحمى السمنة هلا بنبلش بتطبيق الوصفة عندي هون حكيت لكم باكي انا أستخدم كوخ واشياء كثير خوخ عنا زبيب اسود بالضبط وزبيب ايش أسود. بزبي... هاد كرانبري يس yes. كرانبري اوكي okay. كمان خليني احط الزبيب هاد لانه في نسبة مي اعلى فعشان okay. اذا حطيته هلا مش رح اقدر اقلبهم زي ما انا بدي تمام اوكي فخليني احطهم كلهم هيك مع بعض وعلى فكره بتقدروا هدول بدل ما تحطوهم جوا الرز عشان الناس اللي بتضايقوا من الاشياء الحلوه زيي mm. تحطوهم على الوجه بيكون احسن واحسن اوكي okay. تمام <applause> طيب ما ركز الناس علي. اللي ما بيحبوا ياكلوا شغلات حلوة ما أرز زي مثلا أو. أوكي بدل ما هو قصده هو حلو قصده اللي ما بحب ياكلوا شغلات هيك فكروا هم فكروا إنه أنت الحلو فالأشياء الحلوة زي أنا قصدي يعني ف... زي فكروا. الناس اللي زي اللي ما بياكلوا الأشياء هو ما بحب مع ياكل شغلات فبنحطهم على الوجه وهيك خلاص هيك هيك بنخلي أوكي شف خميس خلينا هيك شوي آه بس نقرا تعليقات لام لا محمد عزت بتسلم علينا بتقول يعطيكم العافيه ورود كمان تحياتنا لإلك بتقول اسالينا الشيف مين سماك هالاسم؟ اللي آه سماني هالاسم جدتي جدتك الله يرحمها وعنا الله يرحمها عنا اخلاص اخلاص بتقول الشيف خميس نقدر نعمل بالمقلاية الهوائيه البطاطا الحلوه؟ تقدروا اكيد الاء آه بتقول يعطيكم العافيه ابو محمد قويدر شكرا لك عم ببعث لنا وردات وعم ببعث لنا قلوب وعنا هلا بتسلم على امها وعلى خواتها اكيد تحياتنا لهم كمان عم بيحضرونا سوزان بتقول مساء الحلاوه والجمال والطاقه الايجابيه لاحلى بنتها والشيف خميس المبدع اهلا مبدع. وسهلا فيكم جميعا خميس يعطيك العافيه وبتقول كل عام وانتم بالف خير وانت بالف خير يا سوزان وميري كريسماس حبيبه القلب حمد شريدي مساء الخير ولارا ايوب مساء الفل والورد والياسمين عليك كمان تقول شكرا كثير على هالوصفات اللي بتشهي اهلا وسهلا بالجميع وعنا كمان انشراح وعنا كمان فاطمه لانه مروا علي اسمائهم بس طلعوا لفوق كثير فبدي اسلم عليكم كمان لانهم عم بيبعتوا لنا اهلا وسهلا بالجميع ام عصام الرواش اللي كمان حبيبه القلب تحياتنا لك بتقول منورين شكرا لك اهلا okay. وسهلا فيكم جميعا الحقيقه انه عن جد انا بدي احكي هلا للمتابعين هدول الناس اقسم بالله اللي ببعثوا لنا كم هالرسائل الحلوه اللي بتوصلنا بعد كل حلقه احنا بنخلصها على الانستغرام او مم. بيحاولوا لنا الناس اللي بتصحى من نومها زي ميسون زي آه. سمر بكندا هدول الناس سمر وينها اللي معنا اليوم ولا لا اكيد معنا مستحيل سمر اكيد عم مش معنا. هدول عم الناس عم اللي, لأقي اللي بيكونوا عم بيصحوا من نومهم عشان مم. او بخربوا نومتهم عشان يحضرونا عن جد هذا الحكي عم بصير معنا يا جماعه هدول أصبحت. الناس احنا عن جد بنقدرهم زيهم زي, زي باقي كل المتابعين الموجودين أكيد. بس الكمية اللطف والفيدباك اللي بيعطونا اياها ردات فعلهم اللي بتكون دائما اللي بنلاقيها عنا على صفحات تواصلنا الاجتماعيه الخاصه احنا فينا قديش هم متشجعين ومتحمسين صدقوني بتخلونا نرجع بحلقه ثانيه الواحد بيضل يطلع افكار من تحت الارض لانه عم بيشوف الناس وعم بيقدروا هذا الموضوع صح هذا شيء كثير حلو فانا بدي اشكر كل الناس اللي بيحضرونا واللي بيكونوا هلا هل مش نايمين عشان يحضرونا زي زي ميسون وسمر يونس زي كل الناس اللي معنا على اللايف انا بدي احكي لكم شكرا لكم على هال هل عن جد هالدعم النفسي اللي بتعمل لنا اياه عن جد 100% خميس معك حق شيف بس بحب اقول لك انه الفواكه المجففه مع السمنه ريحتها كثير زاكيه وانا بقول لك والله بالفاصل الموضوع صار مم. هيك آه بس بتعرف بتعرف ايش ريحتها؟ مم. ما بعرفش اذا حدا شافني شوفي كيف الفواكه كيف اصلا ريحتها بانكيكس صح؟ هيك في ريحه بانكيكس انا شامه آه شامم انت هيك؟ لا 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 بس, بس انت شوفي هيك كيف حبات الزبيب رجعوا نفشوا أه. اسمعي شوفي حبات الزبيب الخوخ كل شيء كيف رجع نفش آه. عشان هيك قرر... قرر خلص قرار هلا اخذته أنا معكم وهذا الشيء الواحد مش غلط مش غلط انه هو عم بفكر يحاول اذا صح. في شيء احسن يكون معه ما راح اخلطهم بالرز راح اتركهم بالضبط راح اتركهم على الوجه احطهم انا كنت احطهم بالرز بطلت خلص راح نحطهم على الوجه لانه لونهم صار كثير كثير مرتب وكمان بتخيل انه اذا حطيناهم بالرز نفشت حبة الزبيب زي ما انتم شايفين اذا بده يأخذها ياخدها آه. طلعوا كيف الحبة رجعت نفشت وكذا رح ترجع ايش تعمل؟ رجعت عاشت بالضبط رجعت عاشت <تصفيق> 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 اوكي شوف خميس اوكي فهلا بنخليهم هيك على جنب وناخذ وصفة السلطة بعد اذنك يلا للمقادير سلطة الحمص حب مع القرفة عندنا ثلاث علب حمص حب من الكرم وعندنا كمان نص كوب مخلل خيار نص كوب مايونيز معلقة كبيرة قرفة خس مقطعة كوب بندورة كرزية حبة بصل أحمر وعندنا ربع كوب زيت عصير الليمون وسن توم مفروم هيك مكتوب وعندنا سن مفروم وملعقة فلفل أسود حسب الرغبة <applause> ربع كوب زيت زيتون وبعدين عصير ليمون <applause> هم صح رح ينخلطوا ببعض بس يفضل انه يفضل إنهم يكونوا انت متى عمرها ما كانتش من خم ايمتى اعطوني فرجينا الايميل هذيك المره عمل نفس الشيء كان غلطان وطلعنا الايميل وطلع هو الغلطان يلا طيب شايفين يا جماعه كيف لما بيكونوا تنتين خلص بدهم ساكت احسن ماشي يا مخرجنا ما... انا عارف انك معي اوكي طيب بدي احط بس قبل ما نبدا بالوصفه بدي احط الزعفران مع ماء الورد وين على الرز اوكي ونقول الله كبير يا دانا زوجاش وما بنسى حدا تمام تمام انزلوا خليهم ينزلوا ما فيش مجال اوكي زعفران هذا غالي <تصفيق> <تصفيق> خلاص نزلو تحت هيك. ضل في تنتين هيهم على الانزل. لا خلاص مش لا, لا مهمين طبعاً. اوكي ايش من مين لهي علي وانا مش عارف لهي علي علي بتوجع بيننا قاعده بس مش اكتر طيب 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 يلا اوكي ميس ماشي ميز. طيب الوصفه زي ما انتم شايفين حمص حب من الكرم رح نعمل له تتبيله المايونيز مع الكمون وزيت الزيتون ورح نستخدم القرفة بهاي الوصفة أوكي. كمان رجعنا استخدمنا بهاي الوصفة قرفة كمان عشان نضل ضمن الأجواء إذا بتخيلوا تخيلوا, تخيلوا أنه إحنا عاملين هيك سلطة أو تخيلوا أنه إحنا عاملين هيك وصفة وعاملين جنبها تشيكن سويت اند سور او سلطه يعني عربيه ايش الحاله اللي بيتصفى؟ او مثلا اوكي لسه السلطه العربيه مقبوله اه صح سلطة لسه بتزبط 100% انه نروح نعمل اشياء يعني صح. من مطبخ اخر بيكون الموضوع كثير صعب, صعب. فاللي بده يطبق هاي الوصفات يا جماعه ارجو انه يلتزم ب بيلتزم بالطعمات اللي رح تكون موجوده على السفره وما يعمل شيء بالضبط احسنت 100% احسنت طيب لو انا حكيت لي شو لو انا بمكانك قلت بدي اعمل شوربه او انت مكاني وحكيت بدك تعملي شوربه ذكرتني ماما حبيبه قلبي هذيك اليوم عملت لنا كبسه وكراب سلد شو <applause> وكان ضايل الكراب من السوشي اللي عملناه فعملت <applause> كراب سلد وعملت جنبها كبسه <applause> عادي عادي احنا حالته من وجهه تحياتي لانها أكيد, اكيد انا أكيد. سافرت فبدي اسلم عليها حبيبتي القلب ورح نخلص الكبسه ما تقلقي طيب اوكي <applause> <applause> طيب, <تصفيق> <تصفيق> طيب. <تصفيق> لو بدنا نعمل شور لو بدنا نعمل شوربه بهي عن شوربه شو ممكن تفكري نعمل؟ عن عشان نضل عشان نضل ضمن الثيم يعني بحس عدس ممكن شوربه خضار <applause> <أنا بحكي> <تصفيق> ممكن <تصفيق> ممكن نعمل شوربه بطاطا حلوه <applause> بطاطا ممكن حلوه ممكن نعمل شوربه فطر بس انا بحس حالي اذا باكل بطاطا حلوه بشرب شوربه بطاطا حلوه رح هيك ما بقدر لا 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 ما هو الفكره وين ما هو مش رح نروح نعملها هيك احنا بنحكي اذا بدنا نعمل شوربه نعمل أوه. بطاطا حلوه ممكن نعمل شمندر ممكن نعمل م. بطاطا عادية ففي يعني هذه الأشياء اللي بنحكي أوكي. عنها أوكي. أنا بحكي نطلع لفاصل قبل ما دانا خلص يلا لفاصل بعد الفاصل بنكمل أوكي وسطنور. يلا رجعنا مع الشيف خميس ووصفات يوم الخميس لحتى نكمل معكم اكيد قبل نهايه الاسبوع احنا عندنا هيك نهايه اسبوع حلوه رح تكون ان شاء الله كلها اعياد نهايه اسبوع طويله بالنسبه لنا بس اكيد شيف خميس 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 نعم وين صلت انت؟ بعمل بالدريسنج تاع السلطه اوكي فانا كنت عم بقول لكم اكيد شيف حطينا خميس المايونيز ما رح مع يوقف أصف. طبيخ <applause> ولا رح اوقف بالويكند اوكي طيب حطينا عصير ليمون مع المايونيز و نعم الملح والفلفل وين زيت الزيتون حط <applause> اه كان حطنا. مع الليمون انت ماني ثلاث ساعات اللي بخلط انت هلا جاي على زيت الزيتون والليمون مع بعض نسيت بعدين حطينا الكمون <applause> حطينا الكمون <applause> اوكي يطعمك الحج والناس راجعه <applause> طيب ماشي اوكي نخلطهم <applause> مع بعض كثير كويس <applause> خلطهم بعدين شو بدنا نعمل؟ نحط هدول هون <applause> اوكي بنيجي لحمصاتنا نحط عليهم مخللاتنا من الخيار <applause> وكمان البصل الاحمر حلو بعدين بنضيف لهم بس انا عندي فضول كيف الطعمه رح تطلع مع القرفه هلا بتشوفي بس يعني هذا آه فضولي الوحيد القرفه <applause> حطينا انت وين حلو قرفه <applause> حطيتها اعتبروني يا جماعه <applause> طب لا شفت تقدر تحط القرفه هلا هو لا لا احطها هلا راح احطها هلا اه ما هو بتقدر تحطها وتخلطها هلا شكرا هلق. انك ذكرتيني اوكي بتلخبطني وبعدين بتذكرني أنا, انا احسن منها بصراحه ما شفتش حي اوكي اوكي <applause> فعشان نذكركم بس شو عملت في السلطه حطينا زيت الزيتون مع المايونيز وعصير الليمون وحطيت لهم كمون وحطينا القرفه وملح وفلفل اسود رح نخلط هلا الحمص حب أوكي. مع المخلل الخيار والبصل الاحمر مه. وقبل ما قبل ما نخلطهم شو بدنا نسوي بدنا نجيب هاي الـ هاي هذا الجاط تمام او خلي هذا الجاط لا انا حاسه اختيارك خليها. خليه خلي انا ايش بدك مش عارفه اعطيني هذا اوكي اوكي بدي احط الخس انت كنت اخذته لحالك طيب اوكي الخس ما راح اقطعه ما راح ادبله يعني اخلطه مع مع السلطه راح اوزع الخس بهذا الشكل اوكي ونحط عليه الحمص يعني حب يعني بس عشان انت بالضبط احسنتي رح نعمل له كطبقه بس مه. هيك اوكي اوكي هلا بدنا نخلط كل المكونات اللي احنا عملناها حتى التشيرت توميتو رح ارجع احطها لحالها اوكي تمام رحت نخلط رحت الحمص كيف رح تخلطها لحالها هلا بتشوفي هلأ بتشوفي. أوكي. هلا بتشوفي كيف الحمص عشان البندور عشان البندوره لونها احمر عشان م. نعمل الوان عشان يبقى اللون بالضبط احسنتي اذا طلعتي هيك بالضبط اذا هلا طلعتي هيك رح تشوفي كل الالوان شو ابيض واخضر تناسق الالوان مش رح يكون حلو كسلطه فايش بنعمل بنخلي التشيرتوميتو زي ما هي تمام اوكي نخلطها لحالها نخلطها ايش يعني؟ يعني, نو يعني نخلطها مع السلطه ايش الفكره بالموضوع يعني انت ايش حاسه؟ اخلطها لحالها فتخيلت هيك حطتها صح بيعمل فيها هيك بس لحالها لا ما كان هيك بعدين قصدي. حطها <التصفيق> على اللوت طيب. ما كانش هيك قصدي هلا بفرجيك شو كان قصدي مشوها, مشوها, مشوها. مشوها لا ما تمشوها مين اللي تمشوها؟ طيب موزعها ما بنخلطها شوف <applause> <applause> <حبيص تصفيق> خميس عم بقولوا لك احنا من على البث يعني بالبيت شامين الريحه تبعت الاكل صراحه الريحه جدا طيبه هذا خالد اللي قلنا هيك تحياتنا لك يا خالد لا لا مش سيره الموزات يا علي مثال كانت بعت سؤال بتقول لك شاف انه الموزات انت سالقهم فممكن انا فممكن تعيد هاي الفكرة انه احنا ليه على الهوا سلقناهم وكيف هم ممكن هم يعملوها أوكي. الفكرة من انه سلقت الموزات بس هو الهدف م. منها عشان احنا على وقت البرنامج تخلصوا معنا الموزات ونكون ما يلا 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 تمام خلص اوكي الها ثلاث ساعات هون يعني ما انا جيت اخذها صرت دكتور مع حاله علي ماشي. اوكي طيب الفكره من الموضوع انه احنا سلقنا الموزات هو بس عشان وقت البرنامج لو انا استخدمت الموزات من دون ما اسلقهم م. ما راح نخلصهم على الهواء وانا ما بحب صراحه كل طبخاتي يخلصوا مزبوط. على الهواء الا لما يكونوا كلهم ظابطين ومستويين فالموزات انا سلقهم خليني اقول 3 ارباع السلقه أوكي. واستخدمت مرقتهم للرز وحطيتهم بالفرن بالشكل اللي انتم بتحبوه هلا بالبيت انتم بدكم تسووا هذا الشيء خلوا اللحمه زي ما هي تبلوها بتتبيل اللي انا عملتها وتركوها لمده يوم هيك كمان بيكون احسن واحسن مم. لحمة بتتشرب كثير منيح التتبيله بعدين لفوها بورق الزبده مع ال... الالومنيوم فويل ودخلوهم على الفرن من دون سلق اوكي يعني هذا اذا ما بدهم يستعملوا هم انتو بالبيت, بالبيت المرأة كمان بهذا احسنتي انتوا بالبيت انتوا بالبيت ما حدا راح يقول لكم تاخرتوا على الاكل ما تاخرتوش مزبط. على الاكل كذا فهذه الامور كثير مهمه طيب بدنا هلا نسكب الرز اوكي تمام يلا بدنا نجيب هذا الجوط نكشف على الرز ونقول بسم الله <applause> اخلاص مبسوطه على الرز شب خميس شكرا يا اخلاص بقول لك الله يدلك على الخير شكرا يا اخلاص حرك الرزات تاعونا طبعا الزعفران وماء الورد عامل ريحه وشكله وطعم فظيع بالرز يا جماعه <applause> اوكي هلا عم جد فظيع اسكبهم عندي هون <تصفيق> <تصفيق> بهذا الشكل ولسه ضايل عندنا بطاطا حلوه بالفرن اوكي ضايل عنا شو انا كنت مفكره رح تبحر كمان الرز من البهارات نفسها لا انا لا اوكي ما كنت لا. ناوي لا انا بدي بس زعفران يعني م. طعمه الزعفران الحقيقه آه. وطعمه ماء الورد رح يضيفوا كثير للحمه اوكي لانه رح ناكلها اكيد مع لحمه مش حدا رح ياكل الموزات هيك لحالهم طب انت رح تحط الموزات فوق الرز ولا رح, رح تحطهم على صحن ثاني؟ لا رح اسكوهم لحالهم اوكي مع أوكي. البطاطات مع البطاطات اوكي اللي مش لحالهم جوا اه عشان ما بيخ... ما يخافوا هي مش عتمة بس معلش اوكي اوكي نحط الرزات هون هلا بنجيب الفواكه اللي احنا طبخناها بشو؟ بزيت بيز... بدي اقول لك علي. بسمنة <applause> بسمنة البلقاء بالضبط حتى هدول السمنة راح استخدمهم اللي موجودين جوا القلاية اه لازم على كثيرهم لانه هدول منكهين آه اخذوا طعم آه. هلا منكهين بشكل كتير طيب الحقيقة اوكي فهلا بنوزعهم هيك سوزان بتحكي لنا انه هي استعملت سمنة البلقاء بنكهة الزبدة اوكي عملت فيها كوكيز وطلعوا كتير طيبين حقيقة صحة وهنا صحة وهنا يا سوزان هلا نوزع هدول الباقيين اها شوية صغيرة من السمنة ما رح ناخذ كل السمنة اوكي هيك اوكي وهيك بنكون احنا شو سكبنا الرز ونروح نشيك على البطاطا الحلوه والموسى اوكي بهذا الوقت انا بدي احكي لامل تحياتنا لإلك يا امل نفاع تحياتنا لإلك وان شاء الله يا رب سنه جديده مليانه بالخير عليك أنت كمان حبيبتنا وميري كريسماس كل عام تبقى بألف خير وعنا كمان آه بدي ارجع احكي كمان لخالد بقول لك احلى خميس بيوم الخميس شكرا حبيبي وخوله كمان بدي ارجع اسلم عليكي وميثاق تحياتنا لإلك يا ميثاق بتقول كل عام وماما بألف خير بمناسبة عيد ميلادها احنّا كمان بدنا نقولها كل عام وهي بألف خير وكل سنة وهي سالمة يا رب وينعاد عليها بالصحة والخير يا رب. واو. وكمان عندنا أيمن تحياتنا لإلك يا أيمن بقول يعطيكم العافية أريج كمان تحياتنا وسهل. لإلك شكرا لإلك يا أريج بتجنني كلك ذوق وعنّا كمان خلينا نشوف مين عنا عندنا أم عادل النمري تحياتنا لإلك يا أم عادل وميثاق كمان مره برجع بسلم عليك يا ميثاق ولكل قاعدين عم ببعثوا لنا محمد السيراوي كمان تحياتنا لك يا محمد بتقول لك شيء بشهي شف خميس شكرا وسعاد بتقول شو اسم الطبخه سعاد جاي متاخره جاي متاخره سعاد اه سعاد احنا عاملين مزات الخروف بتتبيله بأمر الدين وعاملين كمان بطاطا حلوه مشويه مع القرفه وملح وفلفل وزيت فقط وعاملين كمان سلطه الحمص حب وعاملين كمان الرز اللي معمول مع آآ آآ مع الفواكه المجففه. فيه. في شغله بدي احكيها بس على البطاطا يا جماعه كثير مهمه. البطاطا الحلوه واحدة من انواع البط... الخضره اللي بس تستوي بتحسوها انهلطت. صح عشان هيك انا خليت القشره تبعت البطاطا في بدايه الحلقه زي ما انتم شايفين عشان يضل حبه البطاطا قوامها متماسك ومتج يعني هيك قوام تبعها بعده موجود. زي ما انتم شايفين هلا راح احط حبه بالشوكه حتى انكم تشوفوا انا ليه تركت القشره. تمام؟ شكلها بشحي خليني أطول. خميس. الحقيقة اه شكلها وريحتها حلوة وريحتها بتشحي كمان شوفوا هلا هي هون حبة بطاطا شوفوا كيف الشوكة دخلت بسرعة يعني هذا دليل انها مستوية 100% وبنفس الوقت حبة البطاطا ها الله يلا على شايفين يعني. كيف؟ لا مش راح اقدر الحقيقة على الهواء اوكي بعدها سخنه بعدين كثير يعني يحرقني بس بس هو صاحبي عشان هيك مش رح احكي له شيء عنه اه طبعا اكيد مش رح تحكي له شيء اوكي طيب هلا شو بدنا نعمل زي هيك لا خلص تمام هلا بدنا بدمور. نشيك على الطبق الرئيسي اوكي نشيك على الإشي اللي رح نتحرق هلا واحنا نفتح فيه. طب شوف خميس ما بدك تحط البطاطا مثلا حوالين الموزات ولا ما بتعزاكي لا لا بحط الموزات ف... لا انا أوكي. بحط البطاطا على جنب اوكي والموزات على جنب بالضبط احسن انا عم بحاول بس هيك اعطيك شويه مجال عشان تحط انا بدي ايش هلا دعواتكم لانه هلا هدول زي النار على مهلك شوف خميس ما في عشان هيك كنت بدك يعني انا حرق الله يسامحك الله يسامحني انا اه الله طيب يسامح. نبيل بقول لك شوف خميس كلك ذوق ومرتب شكرا يا نبيل شكرا كلك ذوق حبيبي ومثال بتقول عيد وصفه الموزات مثال بس هل... بدي احكي لك شغله انه هلا شوف خميس رح يرجع يشرح شوي باخر الحلقه بالضبط وبرضه بعد ما تنتهي الحلقه بتقدري انه بس يخلص اللايف في مجال انك تعيدي الحلقه لأولها وتحضري بما انه وصفة الموزات كانت بأول الحلقة فكثير سهل عليكي انك تشوفيها وتشوفي كل تفاصيلها كمان وغير انها بتنعرض برضه على اليوتيوب تقدر تشوفيها كمان 100% لولو يسعد مساكي ورهف كمان يسعد مساكي وبتقول وصفات جميلة جدا وغادة كمان حبيبة القلب مثل الورد والفل والياسمين بتقول لك مبدع شف خميس شكرا 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 طب عم هلك شف خميس وما بدنا ننحرق؟ أمور, أمور تمام الامور اوكي أمور تمام طيب هلا بدنا نفتح على الموزات اها اوكي لزة. والله انك عم تتحرق يا شيف لا لا تمام تمام تعود. اوكي تمام تمام زمان لما كنا نشتغل بهي الاشياء كنا نعمل بالفنادق نحط بوله فيها ثلج آه. جاط فيه ثلج ومي نحط ايدنا بالمي والثلج ونرجع نسكر بعدين تمسكوا بس خلص احنا هلا تعودنا على هالشي. تعودت آه. نعم. اه خلص مستحيل تلاقي لك شيف مش ما بيقدر يعمل هذا الشيء بس الريحه كثير طيبه شيف خميس صراحه ريحتهم الحياه آه. جنن حلوه حلو. عن اوكي اوكي احنا قاعدين عم نفتح الموزات يا يا مخرجنا. مخرجنا, علي ركز معنا شوي ايوه مخرجنا بس الريحه الريحه انا مو قادره اوصف لكم الريحه هلا بس نخلص الحلقه وتفوتوا علي ودانا رح تشموا قد ريحه طيبه بالاستوديو انا فيجيتيريان يا يا مخرجنا يا مخرجنا طب شوف خميس تسالك بايش ممكن نظبط يعني بتزبط هاي الوصفه يعملوها غير موزات يعني في مجال يعملوها بلحمه قطع ثانيه او يعملوها بطريقه ثانيه جاج؟ ممكن بس هي الفكره انه انا عملتهم بموزات بس عشان يعني شكلهم رح يطلع الهواء كثير حلو اوكي بس بتقدر تستخدم جاج بس مجال. انت بتقدر تستخدم اي إيش بدك اياه جاج صح. لحمه قطعه ثانيه مثلا ستيك بيقدروا يعملوا ستيك بهي التتبيله لا. لا, لا لا, اه بيقدروا على التتبيله هاي شوها بيقدروا بالضبط آه. في مشكلة. هي على التتبيله احنا بنحكي اه ايش هو؟ فهم علي <applause> هيك هيك هلا هيك هلأ. مش عم بسمع انا ليه؟ اوكي اوكي أوف. اختيش أوف. انا مو سامعتك اوف هون هلا اذا بلش. اختيش اللي عم بحكي اظن اختيش اه اختيش اوكي هو بحكي معي طيب سوزان عبد الهادي بتقول يعطيكم العافيه وبشكركم شكرا لك يا سوزان وسعاد بتقول المنظر بحكي والله يا سعاد اشي بجنن يا سعاد عبود بيقول اعملوا كبسة ان شاء الله يا عبود وفي اسم مش مش مفهوم صراحة بس بقولوا لك شف انت توب التوب ما شاء الله شكرا انتم جميعا يعني. اوكي طيب اليوم احنا عملنا اه خلينا اقول ثلاث ثلاث وصفات والبطاطا كانت المفروض تكون مع الموزات آه. احنا نبدا بالسلطه عملنا سلطه الحمص حب وكانت مميزه بتست ال او بطعمه القرفه مع الكمون الموجودين والدريسنج او الصلصه كانت مايونيز مع عصير ليمون وزيت زيتون آه والمخلل اللي استخدمناه كان مخلل خيار آه وبعدين عملنا رز رز معمول مع الفواكه المجففه بتقدروا تستخدموا الفواكه اللي انتم بدكم اياها وكان الفليفر او التست الرئيسي كان الزعفران مع مهو. ماء الورد بعدين حيو. عملنا البطاطا الحلوه تبناها بزيت الكرم مع الملح والفلفل والقرفه وعملنا الموزات اللي لفيناهم بورق الازدير مع الزبده وتتبيلتهم كانت ب آه ب آه القرفه والهيل بودره وقمر الدين اللي نقعناه بالمي م. السخنه وحطينا لهم زيت الكرم وملح وفلفل اسود لفيناهم دخلناهم على الفرن وصفات كانت انا بالنسبه لي طيبه وجميله جدا وممكن تجربوها يعني الطريقه راح تكون اكثر لو يعني الموزات راح يكونوا احلى شوي لو تركتهم بالفرن كمان ربع ساعه راح يكونوا افضل بكثير بس بس راضي جدا بس عنهم ممتاز يعني منظرهم بجنن كثير اه كويسين ان شاء الله هالوصفات تكون عجبتكم عن جد جربوهم بتغيروا من مزاجكم بالاكل صحتين وهنا ونهايه اسبوع سعيد على الجميع بدي اوجه تحيه لكل لك. الناس اللي تابعونا وبعثوا رسائل غمرتونا بلطفكم شكرا اكيد شكرا لهم شكرا لك كمان شوف خميس وشكرا على وصفات الطيبه وبدي ارجع اقول ميري كريسماس لكل اخواننا المسيحيين ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه وكمان بدي اقول لكم انه احنا رح نكون معكم ان شاء الله بحلقه جديده كمان الاسبوع الجاي فخليكم معنا باي باي Bye.